دشنت وزارة الزراعة والري بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي حملة لتوزيع بذور الذرة على عدد من المزارعين بمديريات محافظة صنعاء. يلا اليوم يا دي اليوم يلا اليوم يلا. الاهتمام بالزراعة على وجه عام والمزارع على وجه خاص هدف الرئيس، تسعى الوزارة الزراعة والري لتحقيقه عبر تنفيذ حملات دعم لهذا القطاع الذي يعد حيويا ورافدا للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها الوطن جراء العدوان الغاشم وحصاره الجائر، حيث وزعت الوزارة 4 أطنان من البذور والشعير والذرة الشامية على جميع مديريات محافظة صنعاء. دشنا توزيع الحبوب منوعة من الأطوام في الصليب الأحمر بمديرية بني مطر، وكذلك دشنا في بني مطر برضو لفريق الوقاية والإرشاد الزراعي للمرور على المزارع وعلى المزارعين ومشاهدة مزارعهم وتوعيتهم التوعية الزراعية الصح. أدعو جميع المزارعين إلى الاهتمام بالأراضي الزراعية واستغلالها وزراعة كل شبر منها والاستفادة من مياه الأمطار التي يمن الله سبحانه وتعالى بها على بلادنا، لما لهذا من أهمية في تأمين أمننا الغذائي. البداية كانت في مديرية بني مطر، حيث تم زرع العديد من الأراضي الزراعية التي تلفت جراء انعدام المشتقات النفطية وتفاقم الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد. تبرع لمساعدة المواطنين بقيمة الحراثات ب 500 ألف ريال بني مطر، ونشكره. واحنا كسلطة محلية ان شاء الله ان احنا نوقف الى جانب هذا المشروع ونحاول تغطية ما هو باقي للمزارع. في ظل العدوان القاشم وزارة الزراعة غيرت من سياستها وكان لها شرف النزول وافتتاحها اليوم في مديرية بني مطر. نرحب بهم كقيادة السلطة المحلية في بني مطر، ونحث ايضا ونطالب وزارة الزراعة بان تعمل جاهدة لحلول للمزارعين في عملية الحرث، حيث والمواطنين يتأثرون بهذه العملية من قلة الديزل أيضا. الحملة رافقتها برامج توعوية للمزارعين عن كيفية الحفاظ على النباتات الزراعية والطرق الصحيحة لوقايتها ورشها بالمبيدات المصرح بها من قبل الجهات المعنية. في ختام الحملة حث وزير الزراعة غازي أحمد محسن المزارعين على الاستفادة من مواسم الأمطار ورفد الأسواق المحلية بالمنتجات التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن، وخاصة وإن الرهان اليوم يعتمد على المواطن اليمني في مختلف المجالات.